البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في اكسيو باش تشوفوا الجديد اللي داخلين اليوم. واول حاجه لاحظتها جديده هي هذه، راني كنبعد باش تشوفوا الحجم، راه هو كبير بزاف. اللي فيها الجاجه لداخل كديروا فيها الشميعات كما كتلاحظوا هنايا في الصوره، راه هو كبير بزاف. الثمن ديالو 9.95 سنت. ودخلوا اليوم هاد بلاطويات، هادو صغيورين اللي هما نتاع الحديد كما كتشوفوا الحجم ديالهم راه هو صغير. شوفوا فقط في اليد ديالي الحجم ديالو صغير هكا. حتى هذا زوين تحطوا فيه اي حاجه بغيتوها في التقديم تاع الاكل او لا تحطوه كديكور صغير. هذا دخلوا فقط باللون الفضي اللي فيه 26 على 15 سنتيم. الثمن ديالو 2.85 سنت. وجابوا اليوم هاد الساعات، هذه رائعه. شوفوا على الساعه تاع الحيط، دير فيها بحال اللي راه فيها الكريستال الداخل كما كتشوفوا، راه من فيها المرايه رائعه. هذه كتحمق الشكل ديالها في الصالون، غادي تجي راقيه. الثمن ديالها 9.95 سنت. وكاين حتى هاد الساعه، شوفوا على هذه الساعه، ساعه اللي هي عصريه كما كتلاحظوا، اللي لداخل فيها الخشب اللون الاسود منه، غادي نبعد راه هي كبيره. حتى هذه الثمن ديالها 14.95 سنت. وراهم رجعوا تاني هاد الطاوله حيت باقي عقل عليها، هذه اللي هي نتاع الحديد، وهنايا راه هي كامله نتاع المرايه اللي كتهزم الفوق 8 كيلو باللون الاسود. الثمن ديالها 9.95 سنت. وجابوا اليوم هذا صراحة جاني شي حاجة جديدة وغريبة عليا. هذا راه هو فاز من تحت نتاع الخشب، هذا نتاع الجاج اللي خدام بالحجيرات كما داروا هنايا، يعني تقدروا تزرعوا فيه شي حاجة نتاع زرع، وكيدير الأضواء، تحطوا فيه الماء يعني صالح تحطوا فيه الماء، وكيدير الضوء من التحت وكيكبر الزرع اللي درتو تماك. جابوه فقط في هذا اللون تاع الخشب، الثمن ديالو 5.95 سنت. وكاين حتى هذا الفاز اللي هو نتاع الجاج، الثمن ديالو 2.38 سنت. وجابوا هذا الكادر نتاع الصور، هذا راه هو كبير بزاف كما كتلاحظوا، كياخذ الصور لداخل، كياخذ 17 صوره. تقدروا تحطوها مورا الباب كما داروا هنايا باللون الاسود، للثمن ديالو 8.95 سنت. وجابوا هاد الغيقال، هذا داير بحال الماريو اللي هو نتاع الخشب، كاين هاد البلاصه كتعلقوا فيه الملابس، وكاينه هذه اللي من تحت تحطوا فيهم الصباط ديالكم، للثمن ديالها 14.95 سنت. وجابوا حتى الاغلفه نتاع الوسادات، هادو غادي نجبدو باش تشوفوا عن قرب كما كتلاحظوا شنو فيه منا، فيه هاد الخطوط منا، كاين هاد اللون وكاين اللون الاصفر، كاين اللون البني، كاين حتى الكري اللي فيهم 45 على 45 سنتيم، الثمن ديالهم 2.95 سنت. وكاينين حتى هاد الاغلفه تاع الوسادات، هادو غادي نوري لكم الشكل ديالو، هذا رطيب منا، فيه هاد اللون وفيه هذا، كاين الكري، كاين حتى اللون الابيض، حتى هادو فيهم 45 على 45 سنتيم، الثمن ديالو 2.99 سنت. اما من الحاجات اللي حمقوني صراحة هما هاد الطاولة، هادي ملي شفتها حمقاتني، اللي فيها كاين هادي اللي هي نتاع الحديد، واللي عجبني فيها اكثرية هي هادي، هادي تقدروا تحيدوها كما كتشوفوا كتولي سينية وكتحطوها الفوق، كتهز 5 كيلو كما داروا هنايا منها طاوله، وهذه راهي كتحيد تولي بحال سينيه، اللي هي اللي الفوق راهي نتاع الخشب وعندها جوج نتاع اليدين نتاع الحديد، صراحه حمقتني كما كتشوفوا. الثمن ديالها 9.95 سنت. وكاين هادي اليوم جابوا غير الجديد في الجديد، هذه اللي هي نتاع الخشب كامله، فيها جوج نتاع ايطاجات كتحطوا عليهم الصباط ديالكم نتاع الخشب،
كما كتشوفوا، اللي الفوق كتهز 3 كيلو والتحت 3 كيلو، يعني 6 كيلو بجوج بيهم. الثمن ديالهم 6.95 أورو. وجابوا حتى هادو الايطاجات اللي فيهم 3، كانوا جابوهم واحد المره، دابا راهم رجعوهم ثاني بواحد اللون، الثمن ديالهم 3.89 أورو. ودخلوا هاد البصل هادو اللي هما شفافين وفيهم هاد النقش منا، الثمن ديالهم 1.65 أورو. وكاين فيهم حتى الحجم الصغير هادو اللي الثمن ديالهم 60 سنت. وكاينين هادو اللي هما متوسطين بنفس الشكل، فقط الاختلافات في الحجم، الثمن ديالهم 90 سنت. وكاينين هاد السات نتاع الكيسان اللي في الباكيه فيهم 6، هادو زوينين الماء او العصير اي حاجه، والثمن ديالهم جد مناسب. الستة الثمن ديالهم 1.94 أورو، صراحه جد مناسب. وجابوا هاد المول هذا اللي هو نتاع الكيكه، كيجي بحال هاد الطريقه الشكل ديالو، الثمن ديالو 3.99 أورو اللي فيه 22 سنتيم. ودخلوا هاد الخزانه اللي هي كامله نتاع بلاستيك، راه هي كبيره وفيها 3 نتاع المجوره. هادي زوينه كمنظمه، تحطوا فيها اي حاجه بحال الصبابط واي حاجه اي حاجه، اللي الثمن ديالها 11.69 أورو. اما في الجهه نتاع العطور، لاحظت اليوم هاد العطر على شكل ساعة، العطر نتاع الرجال، ولكن الثمن ما حطوش هنايا الثمن. وكاين اليوم هادو جابوهم جدادين، هادو كنحطوهم في الدوش وكنحطو عليهم الرجيلات ديالنا باش ما غاديش نزعزعو، راكم عارفين اللي كيكون الماء. هذا غليظ بزاف كما كتلاحظوا، كاين فيهم الالوان، كاين هاد اللون وكاين اللون الاسود واللون الكري، للثمن ديالو 3.72 أورو. وكاين حتى هذا اللي كنحطو في الدوش، هذا اللي كيجي مستطيل كنحطو في باط كما كنقولوا بالالمانيه، كاين فيهم الالوان، كاين الابيض، كاين الازرق، وكاين حتى البني. هذا الصغير الثمن ديالو 2.91 أورو اللي فيه 37 × 82 سنتيم. كاين هذا الحجم شويه كبير بزاف، نشوف شحال فيه من سنتيم، 54 × 54 سنتيم، 2.91 أورو حتى هو. وكاين اليوم حتى الريدويات نتاع الدوش، هذا اللي فيه الالوان، كاين هذا اللون، كاين هذا اللي فيه الكتابه، وكاين هذا، الثمن ديالو 3.89 أورو. وراه كاين حتى الحديده ديالو تاع هذا الريدو نتاع الدوش، هذا للثمن ديالو 2.91 أورو. وكاينين هادو راهما في الجهه نتاع اللوازم تاع الحمامات، جابوا هادو راهو كيتلصق فقط في الزليج، ماشي ضروري خصكم تركبوه، فقط في الزليج وصافي كيتلصق. جابوا هنا فقط باللون الاسود، كيتحط عليهم راكم عارفين هذا الشامبوان واي حاجه، الثمن ديالو 3.49 أورو. وكاينين حتى هادو اللي هما منظمات نتاع بحال الاغطيه، بحال اي حاجه بغيتوها كتحطوها لداخل، هذه الثمن ديالها 4.33 أورو. وكاين حتى هاد السيت، هذه اللي فيها الفورشيت اللي فيها 10 في الباكيه، كاين معاها هاد الاسفنجه جوج، للثمن ديالهم 5.95 أورو.